سريع جدا جدا في راس اللاعب التونسي. بقول لحضراتكم واحد من اللعيبة المهمة جدا جدا. من فراس اوفا مره تانيه في مكان خطير جدا جدا. ودي لقطه وجول جول 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 جول. عملها فراس عملها فراس عيفيه. اماميه سريعه على الشمال لفراس الخطير فراس الرهيب. اماميه باصه حلوه والخطر والخطر والهجمه، ولكن الباصه ايه؟ الباصه تدرس بقدم اللاعب التونسي فراس عيفيه. بمتع عليك بباصه سحريه رهيبه. مع كثره عدديه دفاعيه موجوده فراس عيفيه استلم فراس، عدى فراس كرة ما زالت تحت قدم فراس يبحث عن احمد امين. اوفا ممكن امين يتقدم بتمريره تونسيه متقنه. التحكم بالخطوط من علي الزاهدي تطرد تصويبة حلو مش ممكن. يا الله خطيره جدا واللمس والهدف. ثمانيه الهجمه لايه مالك على اليمين قويه فراس عيفيه خطير سريع مهاري ضد الخطوره والهدف مش محمد ابراهيم اللي بيسلمها امامي محمد ناصر مودي يلعب التمريره. هجمه انطلاقه فراس جالك فراس ممكن يسدد لعبها عرضيه حلوه. يقطعها ويرجع النادي المصري. برافو يا كريم يا علاء، برافو يا كريم يا علاء. فراس يلف كرة عرضية خطرة. التنافس مفتوح ويصعب التكهن برباعي اللي هيتأهل إلى سيمي فاينل. مرور بشكل جيد من فراس وتهيئة حلوة. يرجع مودي اللمسة أمامية فراس بن عيفية يلعب عند محمد ناصر مودي إلى فراس بن عيفية في المساحة، لكن هي أقرب عند دبش. لكن بص ما شاء الله فراس بن عيفية يعني ضغط وخد الكورة، خد الكورة من قدام دبش، لعب العرضية حلوة لأحمد عادل يلعب الكرة عند بن خماسة، ولكن ناصر مودي يقطع كرة عند بن عيفية على يمينه أوفا. بن عيفية وسع لنفسه، بن عيفية يشوط حلوة وبرافو. وعلى انطلاقة بن عيفية مروعة يا سلام بطريقة جميلة. لكن التمريرة مقروءة على طول بتتقطع، بياخدها بشكل جيد فراس
تمريرة تصل على اليمين فراس بن عفية، عفية خطير. خمسة من اليمين انطلاقة فراس بن عيفية، بن عيفية عايز يلعب العرضية، لعب العرضية. تحضير لحجاج عويس، ضغط حلو، تص المهارة مرة تانية خطيرة سريعة من فراس عفية، والدفاع من ايميكا ولا يبدأوا يقربوا لبعض، وهنا الضغط اللي بقولك عليه من إسترن كامباني، ومحاولة بن عيفية، بن عيفية يا ولد. الأمام على اليمين حلوة، فراس بن عيفية، فراس بعرضية راسية تعدي بجميع متقطور.